بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم مطبخ تن مع الشيف حمد فوزي لمده ساعه على الهواء مباشره ان شاء الله. النهارده هنقدم ثلاث حاجات. هنقدم النهارده دجاج فلبيني، وهنقدم النهارده بوريك، عجينه بوريك سريعه طلبتها مدام روحيه وسريعه. وهنتكلم يعني ايه سريعه، عشان بس في ناس بتتكلم وتقول لك ايه عجينه العشر دقايق دي كذبه، موجوده على النت اسمها عجينه العشر دقايق، مفيش حاجه اسمها عجينه العشر دقايق، كل حاجه في الدنيا لها اصول. عشان كده هنتكلم على عجينه الباتيه السريعه، وبعد كده هنتكلم عندنا على الدجاج الفلبيني، وبعد كده هنتكلم عندنا ديسكات البطاطس جراتاه، وهنقدمها مع اللحم المفروم. وهتشوفوا النهارده اطباق سهله بسيطه جدا جدا جدا، لكن كل حاجه منهم ليها طابع خاص ومذاق خاص. مع بعض، دجاج فلبيني، فلبين، صين، تايلاند، كل الدول ديت سبحان الله بتستخدم الصويا صوص. ولكن استخدامها للصويا صوص بيكون فيه تريكات صغيره. يعني في ناس مثلا تستخدم صويا صوص عليها شويه السكاره بسيط جدا، في ناس تستخدم سويت اند ساور موجود في تشاينيز، في عندك في الفلبين تستخدم الخضار اللي هو فيه شويه مزازه على 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 سكاره، يعني سبحان الله. ولكن كلهم بيتفقوا في النهايه ان استخدام الصويا صوص من ضمن اساسيات المطبخ عندهم. تعالوا مع بعض نشوف طبق سهل جدا 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 ازاي نقدمه النهارده. دجاج فلبين عباره عن اصابع صدور دجاج وتوم فريش، صويا صوص، خل رز، مفيش خل رز، استخدم خل عادي، ملح، فلفل. هنقدمه مع الرز التايلاندي المسلوق، رز تايلاندي مسلوق اللي هو البسمتي تايلاندي. وعلى فكره الرز اللي موجود في التموين دلوقتي حاليا معظمه تايلاندي، فلو جبتيه هتشتغل بيه يبقى معاك زي الفل. هو بيشرب ميه كتير، عارفينه اللي هو بيجي من زمان عندنا في بيوتنا، كنا نقول عندنا حبايه الصرف في التموين زمان، بيقول بتشرب ميه كتير، هي دي الحبايه التايلاندي اللي ممكن تستخدميها مع الطبق ده. عندنا كمان بتقدم مع الخضار المتبل، خضار متبل عباره عن بصل حالات وجزر جوليان وفلفل اخضر جوليان وجنزبيل جوليان وشويه سكر حلوكم قد ايه وصويا صوص وملح وفلفل. سجلوا واكتبوا وتعالوا مع بعض نشوف طبق سهل جدا بسيط جدا جدا ممكن نقدمه مع بعض ازاي. اول حاجه بناخد صدور الدجاج نقطعها صوابع فينجر، اهو صدور الدجاج نقطعها صوابع فينجر بالشكل ده، هوريكم ازاي واحده واحده كده. اهو ناخد صوابع دجاج نقطعها فينجر كده بالشكل ده، شايفين ازاي؟ بعد ما قطعناها كده ناخد التانيه كمان، لو في فيليه في موجود فيها اشيل فيليه كده عشان الفيليه لوحده بيبقى عباره عن قطعه اهي، وبعد كده اقطع الباقي. وبناكد تاني ان استخدام الصدور او لما تيجي تشتري صدور فراخ بص للصدر كده بتاعي عامل ازاي، هتلاقي لونه عامل ازاي، بص كده لونه عامل ازاي، اعمل لي زوم كده على الصدر ده كده، الصدر ده الحته دي اعمل لي عليها كده، ناكد تاني كل مره مش هجري حاجه، التكرار بيعلم الشطار. الصدر زي ما شايفين كده ما هوش دموي، يعني مش لونه مش احمر، ما هوش ابيض، لا لونه كده تحس ان هو زي ما يكون وردي قوي. لما افتحه كده اهو بالنص لونه من جوه عامل ازاي، مش احمر. معنى ايه الكلام دوت؟ عايز تقول يا شيف محمد؟ عايزين نقول ان الدجاج لو الصدر جه لونه احمر معناها الفراخ نافقه، نافقه يعني ميته واتذبحت. الكلام ده بيحصل؟ والله العظيم بيحصل، وبيحصل كتير جدا. واحذركم من اي دجاج مفروم تشتروه، اي دجاج مفروم تشتروه احذركم منه. الحاجه الثانيه، او ممكن يكون الدجاج محموم، مش محمود، لا محموم. يعني ايه محموم؟ محموم يعني عنده حمى ولحقوه في المزرعه وتك تك تك ذبحه كل الدجاج ده، يتاكل ولا لا؟ انا ما اعرفش اذا كان ده محموم ولا نافق، عشان كده اتجنبه. لكن لو محموم ممكن بالفرم ممكن ان هو يعني يتاكل وبعد كده يعني يشتغل. عشان كده بنقول ايه؟ لما يكون اي حاجه في مواصفات الدجاج غير طبيعيه ما تشتروش. مش بس كده، في ناس سلبيه تقوم واخده الدجاج اللي هي اشترته وترميه في الزباله وخلاص على كده، لا انا عايزك تروح تعملي مشكله تاخد حقك. على فكره اللي بيعمل كده عارف هو عمل ايه وعارف ان هو غلطان، عشان كده هيحاول ياخد منك الحاجه ويسكت ما يتكلمش خالص. انت ما تسكتيش بعد تاخد حقك، وانت ما كده في بعد كده ما تبدحش الفراخ كذا كذا.
ليه بقى الكلام ده يا جماعه؟ لان الكلام ده مهم جدا جدا جدا، ومهم ان احنا نعمله مع الناس، ومهم الناس تعرفه. طيب لو لقيت ده الدجاج لونه ابيض مش احمر، يبقى معناه ايه؟ معناها الدجاج دوت بعد ما اتذبح اتحط في البنج. ايه هو البنج؟ شوف الحته دي بيضه ازاي شويه، بس احنا تلاقي الصدر كله ابيض ابيض قوي. البنج ده اللي هو الميه السخنه اللي بتغلي، اللي بتحط فيها الدجاج علشان ينزعوا منه الريش او يشيلوا منه الريش، بيكتروه شويه في البنج، فيبقى الدجاج عندي هنا ايه من لونه ابيض. طب صحي ولا غير صحي؟ هو بصراحه يعني ما اقدرش اقول عليه مش غير صحي، بس المفروض ان الكلام ده انسجه الدجاج اتشبعت من الميه اللي هي مش كويسه، اللي هي فيها الدجاج اللي هو بيتحط كله بريشه. فالمفروض ان احنا نغسل الدجاج كويس او قوي ونسلم الله ونتكل على الله ناكل، لكن محموم لا ما ناكلش منه خالص. نقطع الدجاج كده زي ما انتم شايفين، بعد كده قطعناه فينجر، بعد كده باجي احط بقى التتبيله. ادي خل الرز، ادي اسف خل رز او خل ابيض، بحط صويا صوص. وهنا صويا صوص هنا يا جماعه ممكن تلاقيها سويت. يعني ايه سويت؟ يعني تلاقيها فيها سكاره، في صويا صوص بتباع تبقى سويت شويه، ممكن تجيبيها عادي جدا وهتلاقي قوامها كده تخين شويه. بصوا ازاي، باخد منها حدود معلقه، اقلب، بعدين قوم جاي بعد كده شويه ملح، شويه فلفل، وقوم جايب التوم فريش وكتير. يعني ده الكميه دي اخد لها مثلا كميه التوم ده، واخد التوم كده ابدا افرمه بالشكل ده اهو. بعدين بعد ما فرمت التوم كده بالشكل ده كده اهو، ما نعموش قوي، احطه هنا مع التتبيله. ابدا اخد الدجاج ده واحطه هنا واسيبه مده لا تقل عن ساعه لساعتين، ويفضل انك تعمل الكلام ده وتغطيه في الثلاجه وتخليه يوم. يبقى يفضل ساعه لساعتين يعني، ولو حبيت تخليه يوم يبقى كويس جدا جدا جدا. بعد يوم ببدا اخد الدجاج ده وابدا اسيخه زي كده، شايفين ازاي؟ اسيخه زي كده. يبقى بعد يوم من ان انا احط الدجاج كده، او بعد ساعتين او ساعه، الحد الادنى ساعه ويفضل ساعتين، ويفضل انه يكون قبلها بيوم، باخد اسيخ الدجاج كده. باجي على جريلا زي دي كده او طاسه، وابدا احط عليها شويه زيت كده، وابدا اخد الدجاج ده ارصه هنا يستوي. وانا بحطه كده بحاول اقلبه، بصوا كده، بعدين احركه عشان ما يلزقش. مع بعض كده بعدين الكلام ده بتقدمه معايا شيف محمد، بنقدمه مع الرز المسلوق ومع الخضار الفريش، وهنشوف الخضار ازاي مع بعض كده. بصينا ده كده، وهسيب برضو التتبيله دي عشان ابقى اسقي اسقسق منها على الدجاج بعد ما يلون معانا. بعد كده بقوم جاي عامل خضار. الخضار بتعمل ازاي؟ ركزوا معايا كويس قوي. بعد ما عملنا كده للتشيكن، لو انا تبلت دلوقتي واخدته في سياخ ماشي، بصراحه مش هو طعمه، مش حلو لانه ما شربش بالتتبيله، فعشان كده بنفضل ان هو كده. بعد كده هعمل عندي الخضار. الخضار عبارة عن جزر جوليان، بصل حلقات، جنجر، جنزبيل فريش، اهو، فلفل متقطع جوليان، شوية سكر اهو، سكر، شوية ملح، شوية فلفل، شوية خل، كده ماشي. كل الكلام ده اخده اقلبه مع بعضه بشوكه كده او بشوكتين، مع بعض كده نقلب. خل مع سكر مع شويه ملح
اعشاد فلفل مع بصل مع جزر مع جنزبيل فريش متقطع بالشكل ده وكل الكلام ده، ومدينه شويه صويا صوص صغيرين اهو. يا مدام روحيه ازيك؟ صباح الخير يا شيف محمد. صباح الفل يا مدام روحيه، ازيك اخبارك ايه؟ بتوحشنا والله يا شيف محمد. الله يخليك يا مدام روحيه، ما تحرمش منك يا رب، ربنا ما يحرمناش منك. الله يخليك يا مدام روحيه. انا بشكرك على حلقه السمك بتاعت امبارح، بتاعت سمك موسى، بصراحه ربنا حاجه جميله قوي يا شيف محمد. اهم حاجه نجرب يا مدام روحيه، بنجرب الكلام ده ولا ما نجربوش؟ لا ما احنا صايمين وهنجرب يا شيف محمد. طيب. لازم هنجرب زي الفل كده، زي الفل، هو ده احنا عايزينه. قدامنا كله سمك بالظبط كده، هو ده احنا عايزينه، عايزين الناس تجرب علشان يعني تسعد بالطعم ده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. لا ده انا النهارده، والنهارده بعمل لك، والنهارده بعمل لك البوريك. البوريك لسه هقول لك يا شيف محمد على البوريك والله. الله يخليك يا مدام روحي، الله يخليك. تسلم ايدك يا شيف محمد، ربنا الله يخليك. وكفايه المعلومات اللي انت بتقولها لنا الحلوه دي والله يا شيف محمد. الله يخليك يا مدام روحي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يزيدك علمي يا رب كده ويخليك لاولادك. الله يخليك يا مدام روحي. كل اللي هنعمله يا مدام روحي هنا، اشكرك جدا على اتصالك، ان انا هاخد جزء من الخضار الجميل ده بقى ليه طعم كده يا شيف، ما تجربه، جنزبيل فريش انت اخدته كده، ما نجرب. اخد الخضار كده احطه هنا اهو، شويه جنزبيل فريش مع بصل مع فلفل، حتى شكله كمان عايز اقول لكم يجنن بصراحه. وقوم جايب الرز المسلوق اللي احنا سلقناه اهو، مسلوق خالص، نديله شويه ملح صغيرين جدا اهو، ونقلب، وناخد الرز المسلوق ده، مسلوق مفيهوش اي حاجه خالص غير السلق كده، هاخده هنا. ناقص ايه بقى؟ ناقص ناخد الدجاج اللي اشتوى معانا ده، نرصه بشكل كويس على الطبق ده علشان ناكل احلى اكل صحي. شفتوا بقى احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اكل صحي. تحول الطبق معانا من طبق عادي جدا لطبق صحي 100%، خضار فريش واخد شويه سكر صغيرين، واخد معانا شويه صويا صوص، واخد معانا ملح وفلفل، واخد معانا خل اهو، اخدناه لا سوتيه ولا كلام من ده خالص، مع رز مسلوق للناس اللي عايز تعمل دايت، مع صدور دجاج اديناها التتبيله بتاعتنا وحطيناها عندنا عشان تشوى، عشان نحطها بعد كده على الرز والخضار، وبعدين نستنى عليها كده لغايه لما تستوي معانا. علشان ايه يا جماعه؟ علشان الصدور ديت ما بتاخدش وقت كتير، عشان نطلع الفاصل بتاعنا الصغير اللي قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا. فاصل قد كده ونستكمل حلقتنا بعد الفاصل، هنرص الكلام ده هنا ونخش في الطبق اللي بعده ان شاء الله هيعجبكم اكتر من ده بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. شايفين كده حضراتكم اكل صحي 100%، رز مسلوق وخضار متاخد معانا مع الخل وشويه ملح وفلفل وشويه كمان سكر صغيرين، وعندك سكر بني يا سلام، يوم ما فيش احلى من كده، وعندنا شويه صويا صوص، وعندنا كمان تتبيله الفراخ ما بتاخدش وقت على النار، اقصى حاجه ليها بالظبط 10 12 دقيقه وتطلع، ولا اجمل ولا احلى من كده. قدمناها حضراتكم طبق فلبيني سهل جدا بسيط جدا جدا بالهنا والشفا. طيب انت قلت بعد كده يا شيف هتعمل حاجه ثانيه، هيبقى طبق حلو جدا جدا جدا، ويناسب كمان، ويناسب كمان ايه؟ ويناسب كمان الناس اللي هي يعني مش عايز تصرف كتير، او بمعنى صح يعني الدنيا شويه مزنقه زي حالتي كده، يعني بتجيب نص كيلو لحمه عايزه تاكله او ربع كيلو عايز تاكله وتاكل ولادك كلهم بيه وتشبع وكلام من ده. فايه رايكم لو جبنا بطاطس مثلا في حوالي 2 كيلو بطاطس وربع كيلو لحمه، ماشي، نعصج اللحمه زي كده قبل ما تنزل المقادير، نعصجها زي كده بملح، قصدي ببصله وجزر، شايفين كده بصله وجزره، وعند الكرات عند الكرفس ماشي مفيش مشكله خالص. عصجنا اللحمه، بعد ما عصجناها كده كويس جدا جدا هقوم جاي مديها طماطم بوريه. يبقى احسن كده بنعصج اللحمه عادي جدا، بعد ما عصجتها بديها معلقتين لثلاثه طماطم بوريه اه،
شايفين ازاي؟ اه كده بالشكل ده. لغايه لما اعمل صوص هعمل صوص اسمه صوص ايه؟ صوص بولونيز. يبقى انا كده عصقت اللحمه، اديت لها بصلايه، اديت لها جزر، اديت لها عود كرافس، اديها عندي كمان لو عندي كرات ماشي مفيش مشكله خالص. ماشي عصقت اللحمه كده واديها شويه ملح اهو وشويه فلفل كده، وهعصق اللحمه ديت وهديها شويه ميه عشان تعمل لي صوص اسمه صوص ايه؟ صوص بولونيز. هو البولونيز صوص بتعمل كده؟ ايوه بتعمل كده. اداء كده واخليها تعمل له صوص كويس جدا ليه قوام لغايه لما اشوف هنعمل ايه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنجيب عندنا كيلو بطاطس او 2 كيلو بطاطس على حسب قدره حضرتك. انت عايز تاكلي كام فرد؟ عايز تاكلي 5 افراد؟ طب خليهم عندي كيلو ونص بطاطس، 2 كيلو بطاطس. هتسلقيهم في حدود بالظبط 10 ل 12 دقيقه، 10 12 دقيقه. بعد ما تسلقيها 10 12 دقيقه هتاخديها تحطيها تحت الميه البارده وتورد عليها وتحاول تشيل القشره بالسكينه، ما تقشرهاش. انا عايز البطاطس بتاعتي تبقى القشره اللي تحت، القشره اللي هي اللي بره ديت تبقى موجوده، يعني ما تقشرهاش بسكينه. بعد كده ابشريها عندك بايه؟ بمبشره. بقت مبشوره اهي، شايفين ازاي مبشوره قدام حضراتكم. بعد ما عملناها بشرناها، بعد ما بشرناها هنديها شويه جبنه شيدر، مش كتير على حسب قدره حضرتك. عايزه تجيبي 50 جرام ماشي، 100 جرام ماشي، 150 جرام ماشي، مفيش مشكله خالص. بعد كده اديها شويه اعشاب عطريه وملح وفلفل، وتعالي اعملي احلى راس او احلى ديسكات من البطاطس ديت مع صوص البولونيز وشوفها بتعمل ازاي. المقادير عباره عن ايه؟ ديسكات البطاطس، ديسكات البطاطس الجراتيه عباره عن ايه؟ عباره عن بطاطس مسلوقه نص سوا ومبشوره، قلنا لمده 10 12 دقيقه. بعد كده جبنه شيدر قلنا على حسب مقدره حضرتك. بعد كده لحمه مفرومه عصجناها وديناها صلصه طماطم بوريه وعملناها كده زي ما انتم شايفين كده، وزبده واعشاب عطريه وملح وفلفل. ايه رايكم؟ سهله الطريقه، سهله جدا جدا الطريقه. بعد حضراتكم ما عملنا البطاطس سلقناها وبشرناها بالشكل ده، اديناها عندنا جبنه شيدر، اديناها عندنا جبنه شيدر. بعد ما اديناها جبنه شيدر ماشي، هنبدا نحط ملح عليها اهو، شويه ملح، واجيب شويه فلفل احطهم عليها برده كده اوريكم ازاي. ادي الفلفل اهو، وافضل الفلفل مجروش مش ناعم. بعد كده بديها الجبنه، ادي الجبنه، بقلب كل الكلام ده مع بعضه، بس لازم اديها شويه اعشاب عطريه، اعشاب عطريه اهي. مش عندك اعشاب عطريه اديها شويه كزبرة او شبت اهو، ادي اعشاب عطريه حطيناها. بعد كده بجيب الكلام ده واقلبهم مع بعض الاثنين ماشي، نقلب كده مع بعضه اهو. اقلب بداية البطاطس مع الجبنه مع الاعشاب العطريه مع ملح مع الفلفل، كده وبعدين اقوم جاي على الطاسه. لو عندك عايز تعملها في فورمه كله زي شبه بعضه، فورمه كده استانلس وتحطيها وكلام من ده مفيش مشكله. لو مش عندك هتجيبي طاسه زي كده وتديها قطعه زبده اهي وشويه زيت صغيرين بالشكل ده، تقوم جايه واخده جزء من ادي البطاطس مع الجبنه دي مع الاعشاب العطريه مع الملح والفلفل، واخده جزء منها كده هنا بس تكوريه كده، وتقوم واخدها هنا كده. بصي ازاي؟ اه بالظبط كده كده اهو، اضغط عليه واحاول بقدر الامكان اخليه ديسك على قد ما اقدر، ها ديسك وصونه عربيه يعني تقصد ماشي زي ما انتم شايفين كده اه. بعد ما اعمله كده واقلبه على الوش التاني، انا عامل كميه اهيت معايا بيبقى شكلها كده اه، يبقى انا بعد ما انا اديت له ملح وفلفل واديت له اعشاب عطريه واديت له جبنه شيدر عملت ديسكات اهي زي ما انتم شايفينها، هبدا اجيب طبق الغرف او طبق التقديم
وهبدا اقدمه. ازاي اقدمه؟ هقول لكم ازاي واحده واحده. هعمل ايه؟ اقول اشوف، بص على دي الاول كده، شوف اخبارها ايه اهي، بدات تلم معايا بالراحه جدا اهي. على فكره هي لما اجي اقلبها هقلبها كده كاني بقلب اومليت، هتلاقيها ماسكه بعضيها ما تقلقوش خالص. بعد كده قوم جاي اهو قلبتها قدام حضراتكم اهي، اسيبها تاني تلون معانا. بعد كده قوم جاي واخد واحده من دي كده اهو، احطها هنا، واخد شويه صوص بولونيز من ده بالشكل كده، اخد واحده تانيه صوص تاني كده، واحده ثالثه صوص تاني، واحده رابعه كمان صوص، واحده خمسه، لا حبيبي احنا بنقدمها ده للعرض، لكن انت حضرتك هتقدمي كل واحده منهم عليها شويه شويه صوص، لكن احنا عاملين الكلام ده للعرض يا فتحي. برافو يا فتحي، والله سؤالك ده حلو جدا جدا جدا. انت عاملها كده ليه يا شيف؟ هو انا بقى اكس لارج يعني ولا ايه بالظبط؟ فهمني. لا فتحي ليه حق في الكلام ده كله، احنا الكلام ده بنقدمه للعرض، لكن انت حضرتك كل هتعمليه تاخد الكلام ده كله ماشي، وهتبداي حضرتك مفيش اي مشكله خالص، قدمي على كل واحده منهم شويه صوص منها وتقدميه عادي مفيش مشكله خالص. هناخد دي كده في الاخر خالص وهنقدمها كده، وبعدين نعمل ايه يا فتحي؟ بص بقى كده، بص لي كده في الاخر، هناخد كل الصوص ده ونحطه هنا بص كده، كل الصوص ده كله كده، كله اللي هينزل بقى هينزل، واللي هينزل هنا ينزل وكده اهو، وينزل من الجناب كده مفيش مشكله خالص، احنا عايزينه كده ينزل كده بالشكل ده. ويبقى عندي ان شاء الله، لا فتحي بيقول لي هيقع، فتحي بيقول لي هيقع، صدقوا فتحي بيقول لي هيقع، وما انا عامله ايه عشان ما يقعش، بس هو مش هيقع ان شاء الله، اعمل له كده ماشي يا فتحي كده وقع. كل اللي هنعمله هنديله شويه عندنا اعشاب عطريه علشان هو فيه من ضمن المكونات، اخد كده حاجه زي دي كده وابدا احطها له اهي بالشكل ده، واقول لكم واقطع دي كده عشان ما تبقاش عاليه، ممكن اجيب لها حبات طماطم صغيره احطها فوق كده بالشكل ده ماشي كده. خلصت، خلصت على كده، ايه رايكم نطلع الفصل بتاعنا الصغير؟ الله ينور عليكم 100 100، اللي قد كده نرجع تاني عشان نستكمل حلقتنا بعد الفصل. شايفين كده عندنا ديسكات، ادي البطاطس الجراتاه مع اللحم البرنيز المعصج، زي ما انتم شايفين كده قدام حط صوص البرنيز طبعا يعني، وزي ما انتم شايفين كده ديسكات بتقدم اهي، يا رب تعجبكم. قلنا طبق سهل جدا بسيط جدا جدا، وكمان قدمنا في الفاصل الاولاني قدمنا عندنا اللي هو الدجاج الفلبيني. تعالوا مع بعض نشوف عجينه الباتيه السريعه، البروك السريعه. عجينه البروك السريعه، عجينه ال 10 دقايق دي كدبه موجوده على النت يا جماعه، مفيش حاجه اسمها عجينه 10 دقايق. كلمة 10 دقايق معناها ان انا بعجن العجينة واشتغلها على طول في خلال 10 دقايق، دي كدبة ما بتحصلش. ليه؟ لأن أصلا جلوتين القمح لا يمكن يشتغل بأي حال من الأحوال في العجين قبل نص ساعة. بس عشان بس واخدين مع بعض. ثانيا الخميرة لا يمكن تنشط النشاط العادي اللي هو معروف عنها قبل نص ساعة.
فالكلام ده كله اصلا كله كدب، كله حاجات اصلا كدب، لان اصلا اللي دارس علم ودارس الموضوع ده اصلا عارف كويس جدا جدا دي عباره عن فابريكات بتتقال لشد الناس. لكن ممكن تعمل حاجه يا عيني وتعملها بعد 10 دقايق وتطلع معاك الحاجه مسكعه مش مظبوطه وتقولي اه ده انا عجنت ال 10 دقايق ده سن انا عملتها وطلعت مش مظبوطه مش عارف. لا ركزوا معايا كويس جدا جدا، الطريقه الصح لعمل اي عجينه بقى سريعه انك بتجيب العجينه الاول بتعمل لها اساس. اساس العجين هو انا بجيب دي وخمير وسكر، دي وخمير وسكر وشويه ملح صغيرين جدا، واحطهم في ميه دافيه واسيب العجين ده يخمر معايا يعمل معايا اساس. ساعتها بنشط الخميره، صح كده، نشط الخميره. لما احط عليها دقيق تاني واشتغلها على طول في الحاله ديت العجينه ايه عندي خمرانه مش هستنى. فعشان كده بنقول ايه، بنقول العجينه السريعه انك تنشطي. يعني ايه انشط؟ هوريكم كده، انا جايب البوله اهي، بصوا لي كده العجينه دي، دي فيها الكميه اللي هتشوفوها دلوقتي. بصوا كده اهي، بصوا كده اهي، دي فيها كوبايه دي وكوبايه ميه ونص معلقه سكر، ده اسمه الاساس. يبقى كوبايه دي كوبايه ميه نص معلقه سكر، يبقى عندنا الاساس عجينه بوريك سريعه عباره عن مرحلتين. المرحله الاولانيه اساس الخمير عباره عن كوبايه ميه دافيه ومعلقه خميره جافه وكوبايه دقيق ونص معلقه سكر. نبص مع بعض كده هنعملها ازاي، ركزوا بعد كده هنعمل ايه. هناخد بعد كده المرحله الثانيه عباره عن ايه، عباره اخد الاساس ده اديله كوبايتين من الدقيق ونص معلقه سكر ورشه ملح، وبعدين اديه نص كوبايه زبده 100 جرام زبده. امتى احط الزبده هقول لكم، بس بعد ما ايه ما نشوف اول خطوه عندنا. سجلوا واكتبوا وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقوم جاي واخد ادي الميه هنا سخنه عندي كانت بتغلي، عشان اضمن انها مظبوطه احط الاول نص الكميه ميه بارده واحط النص الثانيه ميه دافيه اهو، واحط نص معلقه سكر واقلب الخمير ده اسمه كده خمير، اقلبه اساس الخمير اهو، واحط عليه الخميره معلقه واقلب الكلام ده واغطيه بشرينك او اغطيه بكيس او اغطيه بفوطه واسيبه لغايه لما يخمر تماما ويخلص يخمر معايا خالص ويعمل معايا فقاعات ويعلى معايا تماما. يبقى انا كده عندي الاساس بتاع الخميره، يعني الخميره نشطت الخميره تضاعفت معايا كده. لما اكون عندي الاساس يبقى الموضوع سهل جدا جدا بسيط ان انا اقدر ان انا استخدمه بعد كده في خلال 10 دقائق. لكن ده هيقعد قد ايه؟ هيقعد معايا في حدود على الاقل من نص ساعه لثلاث اربع ساعه لساعه، بالكثير قوي ساعه في الشتاء ساعه، في الصيف ممكن نص ساعة تلات اربع ساعة. بلاقيه بصوا يا جماعة القوام مختلف، بصوا كده هنا عامل ازاي، شوفوا القوام عامل ازاي هنا المعلقة. جاب لي اه مين اللي جاب اه، شوفوا القوام عامل ازاي، شوف بوكس بص كده تاني اه قوام العجين اهو، اجيبها تاني اه قوام ايوه آه. تمام كده. لكن بصوا ده كده، بصوا كده ولا حاجة، عجينة عادية جدا ما فيهاش أي حاجة خالص، مع رغم إن فيها خميرة ما فيهاش حاجة خالص. يبقى إذا خالص أنا أول حاجة بعمل القوام، أخد القوام دوت أحطه هنا في العجان أو ممكن العجون على إيدي في العجان كده، وأقوم جاي بعد كده أدي القوام أهو أخده في العجان كده أهو، شوف نازل عامل إزاي خمير، ريحة الخميرة فيه. عشان كده لما بنقعدها ونشتغلها على طول او تاخد فتره التحضير بتاعتي 10 دقائق في الحاله دي اسمها عجينه ال 10 دقائق، لا لكن هي مش في الحقيقه الاساس بتاعها مفيش 10 دقائق، الاساس بتاعها ان انا خمرت لمده نص ساعه على الاقل في الصيف لثلاث اربع ساعه لساعه في الشتاء، ده الاساس. احط بعد كده كوبايتين دي، احط نص معلقه سكر اهو، احط رشه الملح، اعجن العجينه بتاعتي اه. بصوا كده معايا، بعد ما اعجن العجينه هوريكم الدنيا تمشي ازاي. خلاص كده خدنا ده كده نرجع ورا ونبدا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. العجينه كمان اللي انا عجنتها يا سلام لو سبتها تستريح معايا كمان 10 دقائق، يا سلام لو سبتها كمان تستريح معايا 10 دقائق. ادي العجينه اهي، ممكن تحتاج مني كمان شويه دقيق الفها احط لها شويه دقيق كده عشان احتاج الف العجينه. بصوا لي كده الزبده احطها امتى، ركزوا معايا كويس قوي، بصوا كده الزبده بعد ما اتعجنت، بصوا الزبده
في الاخر بحط الزبده كده، بلاقي العجينه تلين معايا شويه، بديها شويه دقيق المها، بعدين اطلعها. بس كده؟ ايوه بس كده. يا مدام هيام ازيك؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام مدام هيام، ازيك اخبارك ايه؟ ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا مدام هيام، اهلا بيكي. ربنا يديك الصحة يا رب، وسلم ايدك على كل ما بتعمل وعلى المعلومة الجميلة اللي انا سمعتها دلوقتي. اللي هي؟ بالنسبة لعجينة العشر دقايق. ايوه. بصراحة يا شيخ انت ريحتني كده. اه. الله يريح قلبك. انا ليه عملتي بقى شغل طلع بايظ؟ نعم؟ عملتي بقى شغل طلع بايظ؟ لا 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 بصراحة إيه؟ أنا بعمل عجين وبعمل لا لا عجينة العشر دقايق ديت، أنا بتكلم بالتحديد. ما بقولش 10 دقايق، ما بقولش. آه. يعني أنا عارفة إيه اللي بعمله، لكن حضرتك بصراحة سلم إيدك ومتشكرة قوي على المعلومة دي، وعايزة بقى حضرتك كنت عملت العجينة جميع الأغراض، تفتكرها يا شيف؟ عجينة جميع الأغراض؟ ندور عليها. عجينة الراعي. الراعي ماشي. الراعي حاضر عينيا، عينيا حاضر. ما شاء الله يا شيف، الله يبارك لك، دي سلاحي في ايدي، ربنا يديك الصحة بصراحة، أنا اتعلمت من حضرتك الكتير يا شيف. الله يخليك يا مدام مهام، ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا شيف، وعايزة منك بقى مقرمشات داخلها ردة وجنين القمح، بعد إذن حضرتك. عينيا حاضر، حاجة تانية؟ تسلم عينيك يا شيف، ودايما منور القناة، يديك الصحة ويجعله في ميزانية حسناتك يا شيف. الله يخليك يا مدام، أشكرك جدا جدا. متشكرة لحضرتك يا شيف محمد. أشكرك جدا يا مدام مهام. زي ما أنت شايفين يا جماعة ببنط العجينة. ليه؟ واضح فيها الزبدة، بص الزبدة واضح فيها إزاي؟ أهي. واضح فيها الزبده، بص يا جماعه ابنط العجينه اهي عادي جدا، ابنطها اهو، بنط العجينه كده، ابدا اشتغلها، هلاقي العجينه من عندي مورقه من جوه، بص يا جماعه هو ده بقى اللي احنا عاوزين نقول لكم عليه، كده العجينه بقت مورقه، مين؟ مورقه يعني مورقه، يعني مورقه مش حته واحده، مورقه، يعني تعدها كده، تعد العجينه من جوه، طبقات، ماشي؟ شايفين ازاي؟ فده اللي بيعمل التوريق. معايا خلي العجينه مورقه، اخد العجينه كده افردها بقى وابدا افردها على نص سنتي، واجيب القطاعه بتاعت العجين ابدا افردها كده وابدا احطها اهو، بس لازم العجين كان يستريح معايا شويه عشان اقطعها. هنحشي الكلام ده بقى، نحشي نوتيلا، نحشي شوكليت، نحشي عندنا مستردة مع اي حاجه حشو، نحشي عندنا بسطرمه، نحشي عندنا جبنه، جبن مشكله، اللي انت عايزاه تعمليه، المهم ان عندك العجينه كده جاهزه تقدر تعملها منها حاجات كتير قوي يعني، تقدر تعملها منها ايه تاني؟ اقدر اعمل منها دلش، لكن الكرواسون لا. الكرواسون شويه بيحتاج عجينه تكون متخدمه شويه، لان الدلش في النهايه بياخد مربى، بياخد كاستر، بياخد حاجات من دي، فممكن تبقى العجينه تحلو معايا، لكن الكرواسون لا، الكرواسون محتاج يبقى احسن من كده العجينه تتخدم. ناخد الكلام ده كده اهو ونبدا نقطع. اللي هيفيد هناخد العجينه كده هنبدا نعمل كام واحده اهو عندنا كده، هناخد اول حاجه عندنا جبنه مع اعشاب عطريه، حته جبنه اهي مع اعشاب عطريه زي دي كده، اي اعشاب عطريه عندي احطها، ممكن حتى شويه شبت، ممكن زعتر احط كده، ادي واحده اهي، ممكن اجيب بسطرمه كده مع شوية جبنة شيدر كده، اقفل، ممكن اجيب جبنة شيدر بس لوحديها كده، اقفل كده، ممكن اجيب حتة عجوة اهي فيها حتة زبدة مدعوقة بزبدة، اجيبها كده واقفل، ممكن اجيب نوتيلا اهو احطها هنا بالشكل ده، اجيب بس معلقه تانية، حاضر اهو نوتيلا كده خلاص كده بالشكل ده واقفل، ممكن اجيب شوكليت، شوكولاته مبشوره ممكن احطها، كل ده متاح، المهم ان حضرتك انت في النهايه انت صاحبه القرار، ممكن اخد جبنه من دي كده مع حته حته بسطرمه اشكل فيها اهو واحط دي كده، بعد كده بقوم جاي
واخد شوكه وابدا اجيب صاج زي ده كده اهو. تعال بس شيل الحاجات الباقيه دي كلها، شيل كل حاجه يا يوسف كده كده. ابدا ارص تعشي الحاجات كلها. كده شيل كل ده بس كده كله خلاص كده زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجه العجينه تخمر تاني يا جماعه، لا ما تخمرش تاني. كل اللي هتعمليه هتجيبي فرشه فيها شويه بيض. يا مدام الهام ليه يا شيخ محمد؟ مدام الهام اهلا بيكي. زي حضرتك. اهلا اهلا مدام الهام، ازيك؟ منور يا شيخ محمد، ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك يا مدام الهام. احنا بنتعب قوي عقبال ما بنوصل لحضرتك يا شيخ محمد. ليه بقى؟ قولي لي بقى في ايه؟ قولي بقى مواعيد حضرتك امتى والقعده امتى؟ لا المواعيد ولا بتتعبي لما بتوصلي في التليفون؟ زي انت حضرتك ما بتقول من واحده لاثنين، حضرتك ما جيتش امبارح ومواعيدك، يعني قولي ايه المواعيد علشان اعرف اتفرج على حضرتك. انا بس افهم النقطه دي عشان كده انت ايه؟ انت يعني خلطت ما بين حاجتين، مش عارفه توصليني في التليفون ولا مش عارفه مواعيدي. لا مواعيدك والتليفون بتعب عقبال ما بوصل لحضرتك. قولي بتتعبي ازاي بقى؟ فاهمين؟ التواصل صعب قوي. ليه؟ ما عايزين افهم دي، جايز يكون عندي مشكله مش عارفينها ازاي. نعم؟ ازاي التواصل صعب ازاي؟ فاهميني دي؟ يعني بصي يعني ممكن اتصل واقعد فتره على التليفون وبعد كده رصيد التليفون يقطع مني. اجي اتفرج على حضرتك بلاقي المواعيد بتاعت حضرتك مش ثابته، فانت قول لي اديني المواعيد بتاعت حضرتك دلوقتي علشان انا بقى انا عامله متابعه لحضرتك يا شيخ محمد. حاضر. موضوع التليفونات دي هنتابعها مع الناس الموجوده. اه ولان شايف ان مفيش مشكله خالص فيها، بس هنشوف برضو ايه الموضوع. اما مواعيدي اما مواعيدي يا مدام هيام هقولها حالا دلوقتي. مدام الهام يا شيخ محمد مع حضرتك. مدام الهام، اه معلش انا اسف، هو قال مدام هيام. ماشي مدام هيام ومدام الهام كلنا اخواتي. مدام الهام مواعيدي هقول لك عليها. أوه. مواعيدي كل يوم افري داي ما عدا يوم الاثنين اجازه، بقولها للمشاهدين كلهم عشان في حد قال لي برضه يا شيف انت بتيجي يوم الاحد والثلاث بس. أوه. واضح ان في مشكله. واضح مشكله. كل يوم ما عدا يوم الاثنين اجازه، والجمعه باجي الساعه 2 كل يوم الساعه 1 ما عدا الاثنين اجازه والجمعه باجي الساعه 2. دي مواعيدي. بشكركم جدا جدا، بشكركم مدام الهام. وادي يا جماعه ادي بوريك اهوت، وادي شكله اهو بعد ما طلع قدام حضراتكم. ونفسي كمان يا فتحي اوريهم من جوه عامل ازاي اهو. يا سلام يا فتحي، مورق زي ما قلت لك اهو. الله عليك الله عليك، حلو قوي. وكده يا جماعه خلصت حلقتنا. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، نتمنى دايما نقدم كل ما هو جديد ومفيد في مطبخ تن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.